بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الدين. معكم عبد الله السكري. إن شاء الله النهاردة هنكمل دروسنا في البيوتفول سوب. بيوتفول سوب ما عدلهاش غير درسين وهنخلصها، وهندخل في مكاتب تانية. عرفنا إن أهمية البيوتفول سوب في الدروس اللي فاتت كلها إن هي بتسمح لنا إن إحنا نطلع بيانات محددة من الكود الخاص بالـ HTML اللي إحنا بنستخرجه باستخدام الـ URL Library Request، وبنبدا نستخدم عمليه انكود لللينك عشان نعمل عليه سيرش باستخدام اليو ار ال لايبراري دوت ايه دوت بارس. المره دي هنبدا نكمل درسنا اللي فات ان احنا استخدمنا موقع بيبل عشان نعمل اداه بسيطه بتعمل جازرنج انفورميشن عن البيبل او عن الرقم التليفون او اي يوزر نيم انت بتحطه هنا باستخدام موقع بيبل. وممكن تفكر انت في مشروع وتعمل انت اداه بتستخدم كل مواقع الجازرنج انفورميشن زي مثلا نت كرافت و دي ان اس لوك اب وكمان البيبل واكتر من موقع بيستخدم فيها معرفه اللوكيشن وكمان الاي بي وكده. ده الفنان اللي هو بيبل واللي استخدمناه في شغلنا وعرفنا المشاكل اللي ممكن تحصل لنا، واستخدمنا الايجنت بتاعنا اللي هو موزيلا فايرفوكس او الموزيلا 5.0 اللي هو اليوزر ايجنت تراستد بتاعنا اللي بدا يدخل في يدخل عليه البيانات. طيب اول حاجه هنبدا هنسيب سترينج ده زي ما هو بالظبط الكونتنت محتاجينه. تمام، هنبدا نستخدم البيوتيفول سوب. والبيوتيفول سوب هنبدا نحطها في متغير، طبعا هنسميه سوب لانه اصلا شائع معظم المبرمجين بيسموا متغير سوب بيساوي البيوتيفول سوب. بالشكل ده بعد كده بديله الكونتنت اللي هو محتوى ال HTML اللي انا هحاول اشتغل عليه. بعد كده هاخد منه جزء من التكست اللي لازم اكتبه له عشان ما يحصلش معايا مشاكل او ما طلعليش تعذير، لان عاوز استخدم ال HTML دوت بار صار بالشكل ده. تعال نحاول نعمل run ل الموديول. هيقول لي حط السيرش بتاعتك، هكتب انت بتحط اي كلمة سيرش او اي مجال بحث. beautiful soup is not defined، beautiful soup دايما بغلط في كتابة حرف الاس، نكون متسرع شوية لازم حرف الاس يكون كابيتال. تمام، نعمل run تاني، نكتب بالشكل ده عشان نتأكد بس. تمام، بعد كده هنبدا نستخدم نشوف بيانات محدده. لو كتبنا مثلا عبد الله طلع لنا اكتر من نتيجه. طبعا انا محتاج بس النتائج اللي بتحصل في اللي بتظهر في الصفحه الاولانيه، لان معظم النتائج اللي بعد كده في الصفحات اللي بعد كده بتبقاش مهمه بالنسبه لي، لان النتائج في الصفحات الاولانيه هي اللي بتبقى اكتر ايه دقه. فهو طلع لي هنا 3 نتائج. هبدا اشوف عنوان النتائج ريزلت فور عبد الله السكري من اول هنا كده. نبدا نشوف هنا الانسبكت اليمنت بتاعنا. لو جينا هنا في الانسبكت اليمنت الاولاني هنلاقي فيه هنا سبان، الكلاس بتاعه اسمه هاي لايت، ومكتوب هنا عبد الله السكري وهنا عبد الله الجزء اللي احنا شايفينه ده، كل واحد في دول موجود في سبان. طيب احنا عاوزين حاجه سبيسيفيك عشان اطلعها. لو جينا نشوف هنا هنلاقي ان في هنا لينك ومحطوط هنا تشريف لللينك، يعني الهيرف او الهيرف بتاع اللينك موجود. تمام، احنا ممكن نطلع الايه بتاعه، بس انا محتاج الكلاس او الديف اللي اسمه تايتل ده هطلع لي كل التايتل اللي موجود في الكلاس ده. بعد كده هتدخل على ايه تطلع لي منها ايه التشريف. تمام، يبقى انا كل اللي محتاجه انك تطلع لي التايتل اللي هو اللي تخش على الكلاس اسمه تايتل كذا، وبعد كده تطلع لي ايه الايه بتاعها اللي شرف. طب هل ايه ليها اسم؟ يعني انا اجي نشوف الايه، اكيد الايه متصله بالجزء ده، فممكن يكون الايه دي تكست. فهل نشوف الايه دي موجود فيها تكست ولا لا؟ هلاقي فعلا ان التكست الموجود عبد الله السكري الموجود في الايه. تمام، يبقى احنا عاوزين نطلع التكست بتاع الايه وفي نفس الوقت نطلع اللينك بتاعها، يعني نطلع التكست بتاع الايه ويطلع اللينك بتاعها بالشكل ده كده. فهنعمله ازاي؟ اول حاجه هناخد الكلاس اللي موجود في الديف اللي اسمه كذا تايتل ترانكات، وبعد كده اقوم رايح هنا مستخدم حلقه فور، فاقول فور
زي ما خدناها المره اللي فاتت ان سوب دوت فايند اول، يعني هات لي كل حاجه، ايه اللي انت عاوز تلاقيه؟ انا عاوز الاقي ديف. تمام، الديف ده هيكون فيه هنا كلاس، قيمه الكلاس هتبقى الاتي. طيب بعد ما تجيب الديف انت عاوز ايه من الديف؟ عاوز من الديف الايه، فهناخد من الايه الايه الهيرف بتاعه. تمام، يعني انا عاوز من الايه التكست وعاوز منها الايرف الهيرف، فهقول له هنا برنت الاي دوت ايه. تمام، دوت تكست بالشكل ده، تحتها على طول هتطبع لي اللينك برنت اي ماشي دوت اي دوت جيت، هتطلع لي منها ايه الهيرف. تمام، يبقى انت هتطلع لي منها الهيرف بالظبط ده كده. تعال نحاول هنبدا نعمل ايه ونشوف هيطلع لنا ايه بالظبط، ونشوف هيبدا في خطا او مفيش، ادينا بنجرب. هيبدا يطلب مني هنا كلمه البحث السيرش، هكتب هنا بالشكل ده. تمام، بدا يقول عبد الله السكري، بدا يطلع الشريف بتاعنا هنا اهو، بعد كده كتب عبد الله السكري، طلع الشريف تحته، بعد كده كتب عبد الله السكري داش عبد الله السكري دوت عبد الله ده سلاش ان، وبعد كتب هنا الشريف بتاعته. لاحظ ان عمليه السلاش دي لازم يضاف عليها اليو ار ال، اليو ار ال، وبما ان انا عارف اليو ار ال بتاعي موجود هنا في الريكوست. تمام، فانا ممكن اقوم قايل له عند الشريف كده بالظبط كده، هقوم رايح هنا كاتب زائد هنا، واقوم رايح كاتب جزء معين بسيط، هكتب هنا اللينك بتاع الويب سايت اهو. لازم بالظبط كده، ونشوف هيبدأ يعمل ايه. نعمل run، انا بعمل هنا alt زائد x، نعمل check، نعمل run بالشكل كده، نكتب هنا كلمة البحث. بالشكل ده كده اصبح الموقع موجود اهو. ممكن نشيل السلاش، بس انا حاطين السلاش زياده بس تاكيد. انت بتاخد اللينك تدخل عليه زي ما انت عاوز، بس هو اكيد طلع لك النتائج بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب انت ممكن ما تستفدش قوي بالاداه، لان انت اصلا مش هتاخد اللينك تفتحه وتقول ما انا ممكن ادخل على موقع اعمل سيرش على طول، ولكن ممكن يفيدك في اكتر من موقع تاني. تعال نغير كلمه السيرش كده ونحاول نكتب اي حاجه. هكتب هنا هاري بوتر، طلع لي هنا هاري بوتر اكتر من نتيجه، شايفين النتيجه قد ايه؟ نتائج كتير جدا. اوكي، فانا عاوز اطلع النتائج دي، فهبدا ان انا اعمل run، شوف هطلع لنا كل النتائج دي ولا لا. اكتب هنا هاري بوتر، زي ما احنا شايفين بدأ يطلع التايتل وتحته اللينك اهو. دي كل النتائج اللي طلعها لي. اول حاجه بدا التايتل اهو، بعد كده السطر التاني حط اللينك زي ما احنا شايفين التايتل اهو، بعد كده السطر التاني حط اللينك بالشكل كده وبدا يرتبهم لك.
بس انا عاوز اشيل الباك سلاش ان دي، يعني الباك سلاش ان انا عاوز اشيلها من اي تايتل، او حتى اشيلها من اللينك، لان هي موجوده في التايتل وموجوده في اللينك. فانا عاوز اعمل دوت ار ستريب، اروح هنا دوت ار ستريب، شيل لي الباك سلاش ان بالشكل ده كده، ولو موجوده في التكست برضو دوت ار ستريب سلي الباك سلاش ان. تعال نحاول كده نشوف. رن المفروض يشيل الباك سلاش ان، بس مش عارف في ايه، مش مشكله. المهم ان هو طلع لنا البيانات اللي احنا محتاجينها. تمام، المره الجايه هنبدا نستخدم بيوتيفول سو في عمليه تحميل الصور وتحميل الملفات من على مواقع الكترونيه وسحبها. تمام، هو كده نفذ. لو جينا خدنا اللينك ده كده وعملنا كوبي، واسمه هاري بوتر، هاري بوتر دوت 775، اعتقد ان ده خاص بفيسبوك. لو جينا نفتح هنا لينك وحطينا بيست وضغطنا انتر عشان ندخل على، هيحولنا على صفحة فيسبوك زي ما احنا شايفين، هاري بوتر 775. يبقى احنا فعلا قدرنا نعمل عملية سيرش ناجحة. لو جينا برضو ده هنلاقي موقع فيسبوك اللي هو اسمه هاري بوتر دوت 3، وده برضو يعتبر اليوزر نيم بتاعه على الفيسبوك. لو جينا ناخد اللينك ده كده وندخله، هنلاقي فعلا هيجيب لنا صفحة فيسبوك حولنا عليها على طول بالشكل ده اللي هو هاري بوتر. تمام، اعتقد ان احنا ناجحين. بقية المواقع تانية زي مثلا لو كان نشوف تويتر، مش عارف في تويتر ولا لا، في تويتر هنا اهو هاري بوتر كذا. لو جينا نشوف هنا ويب سايت ده ان هو في موجود، ده اليوزر نيم بتاعه على تويتر اهو، نبدا نشوفه، ندخل بيست وندخل على تويتر، هيحولني على تويتر على طول اهو. تمام، ده اللي هو مجرد ما دخلنا على اللينك بدا يحولني على التويتر على طول. تمام، ده كان درسنا النهارده، اتمنى يكون درسنا عجبكم. بقيه الدروس الجايه ان شاء الله هتدخل في الاصعب والاصعب، لان المره الجايه هنستخدم مكاتب، او هنستخدم المكاتب اللي احنا خدناها بشكل سبيسيفيك شويه وادفانسد شويه. بقيه المره الجايه هنبدا ندخل في مكاتب تانية خاصه بالشبكات بعد البيوتيفول سوب على طول، وهندخل في مكاتب خاصه بالانكريبشن، مش زي الهاش لايبرري، لا هندخل في مكاتب تانية خاصه بالانكريبشن للفايل ذات نفسه، يعني تعمل انكريبشن للفايل ذات نفسه على السيستم. شكرا لكم، ورب الدرس يكون عجبكم، وما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب.